السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في لقاء جديد في سلسلة Learning VMware vSphere 7. ما زلنا بنتكلم في موضوع الـ Virtual Distributed Switch، وموضوعنا النهاردة هنتكلم فيه من ناحية سيناريو عملي هيقابلنا كتير جدا في الواقع العملي، بل يكاد يكون يعني بنسبة 100% هيقابلك السيناريو ده وقت ما تحب تستعمل الـ Virtual Distributed Switch. الفكرة بتاع موضوعنا بكل بساطة ان ده سؤال لو حضراتكم فكرتوا فيه هتسألوا لنا على طول، اللي هو حاليا مثلا كمثال باي ديفولت الاي 6 زي ما احنا عارفين بيتكريت عليه في ام كيرنل خاصة بالاي 6 مانجمنت على الستاندر سويتش، على الستاندر سويتش اللي هو اسمه في سويتش 0، وممكن انت كمان تكون كريت بعض الفي ام كيرنل على الستاندر سويتش ده او على ستاندر سويتش تاني. طيب بعد كده انت فكرت ان انت تستعمل الـ Virtual Distributed Switch، فحابب تكريت تاني الـ SXI Management كـ VM Kernel او الـ VSAN مثلا او الـ VMotion او اي VM Kernel Service انت كنت مكريتها على الـ Standard Switch، حابب تكريتها على الـ Distributed Switch. هل هكريت الـ Service دي من اول وجديد تاني على الـ VDS زي ما شفنا مثلا في الفيديو اللي فات طريقة الـ Create الخاص بالـ VDS؟ طيب ممكن دلوقتي تكون السيرفيس اللي انت مكريتها زي الاس اكس اي مانجمنت، تقول لي طب ما انا لو هكريتها جديد معنى كده ان هي محتاجه اي بي، طب هينفع استعمل نفس الاي بي اللي انا مستعمله على الستاندرد سويتش في الفيم كيرنل؟ طيب نيجي لسؤال تاني وسيناريو تاني، هل ينفع اصلا يكون نفس الفيم كيرنل سيرفيس انيبل اكتر من مره على نفس الاس اكس اي، مره مثلا على ستاندرد سويتش مره على ديستريبيوتد سويتش؟ هي دي الفكره اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. الهدف الاساسي النهارده او السؤال بتاعنا اللي هي عمليه لو انت عندك اوريدي مكاريت الفي ام كيرنل ايا كان هي ايه على ستاندرد سويتش وحابب تكاريتها تاني على ديستريبيوتد سويتش، هقول لك في السيناريو ده بكل بساطه انت مش محتاج تكاريتها تاني، لكن في اوبشن بسيط جدا وممتاز يسهل لك الموضوع ده، ان انت تقدر تعمل مايجريت للفي ام كيرنل من على الستاندرد سويتش للديستريبيوتد سويتش في خطوه واحده، تتنقل على الفي دي اس بنفس الاي بي بنفس التفاصيل بتاعتها. كل اللي انت محتاج تعمله بس قبل عملية الميجريشن دي ان انت تكون مكاريت فيرتشوال ماشين بورتو جروب على الفي دي اس دي اللي هتستعملها كفي ام كيرنل. زي ما شفنا في الفيديو اللي فات قلنا كل اللي انت محتاجه قبل ما تعمل تكاريت في ام كيرنل على اس 6 اي ان اس 6 اي يكون متكاريت على او يكون مضاف على الفي دي اس، وتكاريت فيرتشوال ماشين بورتو جروب على مستوى الفي دي اس دي اللي هتستعملها كفي ام كيرنل سيرفيس. طب خلونا نشوف الكلام ده كده بشكل عملي. لو شفنا هنا في اللاب بتاعنا مثلا الاثنين اس اكس اي اللي احنا مستعملينهم الفتره اللي فاتت 111 ده مثلا كمثال، ايه الفي ام كيرنل اللي موجود عليه؟ موجود مثلا المانجمنت ودي اللي متكريته باي ديفولت اصلا على الفي سويتش 0 لما الاس اكس اي نزل لاول مره. الفي ساند احنا كريتناها على الستاندرد سويتش اللي هو اسمه في سويتش 2 وكانت ممكن تكون متكريته على 0 لكن دي اللي احنا اللي مكريتينها بايدينا. والفيديو اللي فات احنا كريتنا في ام كيرنل ثانيه ان اف اس مثلا لخدمه الان اف اس ودي موجوده على الفي دي اس زي ما احنا شايفين. طيب ممكن حد يقول لي طب انا بقى محتاج اشغل برضو نفس الفي ام كيرنل للاس اكس اي مانجمنت او الفي سان اللي هي متكري اوريدي متكريته عندنا على الستاندرد سويتش، محتاج اكريتها على الفي دي اس. هل بقى اروح اكريتها بايدي؟ زي ما قلنا لا، انت هتحتاج كل اللي هتحتاجه ان انت تعمل لها مايجريت. عشان تعمل مايجريت محتاج بس يكون برضو عندك بورتو جروب فيرتشوال ماشين بورتو جروب اللي هتستعملها زي ما احنا عملنا مثلا للان اف اس. طيب على فرض ان احنا مثلا حابين نمايجريت الفي سان هنا الفي ام كيرنل بورت اللي هنا تتنقل بنفس الاي بي بتاعها اللي هو 10.10.10.111. طيب كل اللي احنا هنعمله بالنسبه للفي ام كيرنل على الفي دي اس يبقى لازم تكون مكاريت فيرتشوال ماشين بورت جروب اللي هتستعملها للفي ام كيرنل سيرفيس. هاجي هنا اقول له نيو ديستريبيوتد بورت جروب هسميها مثلا في ام كي داش في سان مثلا نيكست نفس ما عملنا قبل كده. كده احنا كريتنا فيرتشوال ماشين بورت جروب عاديه اللي هي الفي سان. علشان بقى ازاي هعمل مايجريت من الفي سان ده ويتحذف خالص من الستاندرد سويتش، مش هيبقى موجود مرتين ويتنقل على الفي دي اس؟ ليه؟ لان هو مش هينفع نستعمل الاي بي مرتين. طيب بكل بساطه كل اللي انت هتعمله بتيجي على الفي دي اس نفسه رايت كليك كده وباجي في الجزء اللي هو اد اند مانج هوست.
هنا بقى مش هقول له اد هوست من جديد، لا هقول له مانج هوست. يعني هنا بس هغير، انا عايز اغير بعض السيتنج او بعض الفيتشر او بعض الاوبشن اللي موجوده في الاي 6 اي اللي انا هحدده. فكل اللي انا اعمله اقول له مانج نيكست، بتاد هنا الهوست اللي انت حابب. انت ممكن لو عندك 100 هوست تضيفهم كلهم مره واحده وتعملهم. احنا هناخد نعمل الهوست الاولاني فقط اللي هو ال 111 اوكي، ونقول له نيكست. هنا بقى اللي اول خطوه، طبعا احنا دي نفس فكره الـ يعني الاد والمانج. احنا شفنا طبعا الاد لما في في فيديوهات قبل كده، واحنا بنضيف الهوست الاول مره في الفي دي اس، وكنا بنحدد له الفيزيكال نتورك انترفيس اللي هتبقى مضافه على الفي دي اس ده بالنسبه للاس اكس اي مثلا اللي احنا محددينه 111. فالخطوه الاولى المانج فيزيكال ادابتور، دي لو انت عايز تعدل في الفيزيكال ادابتور. في السيناريو بتاعنا احنا بنتكلم في الفيم كنل، فهنعمل نيكست على طول ومفيش اي تعديل او اي مانج في الفيزيكال ادابتور. نيكست. هنا بقى اللي هي المانج الفيم كنل ادابتور، هي دي الخطوه بتاعت المايجريت. ايه اللي هو كاتبه لنا هنا؟ قال لك الوسط ال 111 ده عليه ايه السيرفيس اللي موجوده، او ايه الفي ام كيرنل اللي موجود. قال لك انت عندك في ام كيرنل 0 1 و 2. 0 ده اللي هي الاس اكس اي مانجمنت حسب الاسم بتاعنا واضحه، والفي ام كي 1 ده للفي سان في ام كيرنل، وده المفيد جدا ان انت تكتب الفي ام كيرنل بورت باسم السيرفيس بتاعته، ده يسهل لك كتير لان هنا مش مبين لك السيرفيس نفسها ايه. والفي ام كي ان اف اس دي اللي احنا كريتناه المره فاتت على الديستريبيوتد سويتش، يعني الاثنين دول على الستاندر سويتش اهو، زي ما كاتب لك سويتش اذر سويتش دي بتبقى ستاندر سويتش، او في السويتش ده اللي هو الفي دي اس لان ده اللي احنا عاملين له سيلكت. هنا بقى تقدر بكل بساطه تختار السويتش او الفي ام كيرنل سيرفيس اللي انت محتاج تتحول مثلا من الستاندر سويتش ده وتنضاف على الفي دي اس فوق هنا. فهنا مثلا زي ما احنا قلنا احنا هنحول الفي سان في ام كيرنل من الستاندر سويتش اللي هو الفي سويتش 2 تتنقل على الفي دي اس اللي هو البرودكشن في دي اس. فبتعمل هنا سيلكت وتقول له اساين بورت جروب. في الاساين بورت جروب ده هنا بتحدد له بقى البورت جروب اللي هي الفيرتشوال ماشين بورت جروب اللي احنا كريتناه من شويه اللي هي الفي ام كي في سان، هتختارها كده وتقول له اوكي. شوف ايه اللي حصل، اترفعت من تحت هنا بدل ما كانت الفي سان في ام كي موجوده هنا على الاذر اللي هو ستاندر سويتش، لا اتنقلت هنا على الفي دي اس اون ذا سويتش، هي موجوده هنا. ونقول له نيكست نيكست فينش. للعلم انت لو حابب كنا برضو ننقل الاس 6 مانجمنت تقدر تعملها، وزيرو داون تايم. يعني تخيل انت هتمايجريت الفي ام كيرنل الخاصه بالاس 6 اي مانجمنت من ستاندرد سويتش للسويت سويتش ومفيش اي امباكت على الترافيك بتاعك. طيب احنا دلوقتي المفروض حسب ما هو مكتوب تحت اهو التاسك دان كومبليت، ان هو اتعمل ابديت للنتورك كونفيجريشن. طيب نرجع كده نشوف الاس 6 اي 111 اللي احنا اشتغلنا عليه. هنا اهو الفي سان حاليا اهي اصبحت عليه على الفي دي اس، هي كانت من شويه كانت الموجود موجود على سويتش اللي هو الفي سويتش 2، لا هي اتنقلت عندنا. شوف طب بالنسبه للهوست ال 112 الفي ام كيرنل الخاصه بالفي سان موجود على سويتش 0 زي ما هي تمام. طيب بالنسبه للهوست ال 111 الجميل هنا زي ما قلت لك ان هي اتنقلت للفي دي اس بنفس الاي بي بتاعها، يعني انت هنا مش محتاج بقى تفكر طب انا هعمل لها باي بي تاني، لا مش هينفع طبعا تستعمل نفس الاي بي وبعد كده احذف البورت جروب الاولاني، لا الموضوع بكل بساطه تقدر تعمل مايجريت لنفس ال في ام كيرنل سيرفيس بنفس الكونفيجريشن بتاعتها اللي هي الاي بي سبنت ماسك ديفولت جيت واي دي ان اس كل التفاصيل دي من ستاندرد سويتش لديستريبيوتد سويتش او حتى من ديستريبيوتد سويتش لديستريبيوتد سويتش تاني، يعني هو الموضوع عادي خالص زي ما تحب. طيب حتى لان الهوست ال 112 لسه الفي سان في ام كيرنل على ستاندرد سويتش مفيش مشكله نقدر ننقلها، يبقى نعمل نفس الخطوات تاني. نيجي على الفي دي اس ونيجي هنا نقول له اد اند مانج هوست، هنقول له مانج هوست نتوركينج نيكست، هتضيف له الهوست عندنا الهوست اللي هو ال 112 المره دي نيكست نيكست. نفس الفكره هنا قال لك طبعا دي اللي هي الفيزيكال نتورك مش هنغير فيها حاجه، ده الفي ام كيرنل اللي احنا محتاجينه، الان اف اس هي اللي على الفي دي اس، انما الفي سان والاس اكس مانجمنت على السويتش 0. لو جيت هنا حابين مثلا نمايجريت الفي سان في ام كيرنل نعمل لها سيلكت اساين بورت جروب، هنديها الفي ام كيرنل في سان اللي هو الفيرشن ماشين بورت جروب اللي اتكريت على الفي دي اس، ونقول له اوكي خلاص اتنقلت ري اساين وبقت على الفي دي اس، هتتنقل من في سويتش 0 ل الفي دي اس اللي هو البرودكشن. نيكست نيكست فينش.
على طول يعني خطوتين ثلاثة تلاقي الموضوع معاك خلص بكل بساطة. لو جينا هو تعالى السويتش ال 112 اهو، الفي سام بيت على الفي دي اس. يعني حاليا احنا يعتبر السويتش اللي هو او الفي دي اس اللي هو البرودكشن بالنسبة للاس اكس ال 112 عليه بعض الفيرتشوال ماشين بورتو جروب العادية خالص للترافيك الانترنال الخاص بالفيرتشوال ماشين، وفي نفس الوقت عليه ترافيك خاص بالان اف اس والفي سام بالنسبة للفيم كيرنل سيرفيس. ده سيناريو عملي انت ممكن اصلا تحتاجه في الواقع العملي، زي ما قلت لك هتحتاجه بنسبة 100% على الاقل في التحويل للاس اكس اي مانجمنت من ستاندرد سويتش لديستريبيوت سويتش، او ممكن انت حابب تكريت في دي اس جديد، الفي دي اس ده يكون للفي ام كيرنل سيرفيس، يعني تكون عامل مثلا برودكشن في دي اس ده عليه للفيرتشوال ماشين بورتو جروب، وعامل في دي اس تاني عليه الفي ام كيرنل سيرفيس. ما دام زي ما قلنا في اول فيديو متوفر عندك فيزيكال نتورك انترفيس تضيفها على كل في دي اس، فده البيست براكتس ان انت تكون فاصل الفي ام كيرنل سيرفيس عن الفيرتشوال ماشين بورتو جروب ترافيك اللي شغال عندك. يبقى ده الفكره بتاعتنا بكل بساطه، ان انت تقدر تمايجريت الفي ام كيرنل سيرفيس اللي اوريدي كونفيجر عندك من ستاندرد سويتش لديستريبيوتد سويتش. طبعا دي بتحل لنا مشكله مهمه جدا، ان احنا مش محتاج ان انت تجيب اي بي تاني وتكريته بعد ما تنيبل السيرفيس تدلت اللي على الستاندرد سويتش، لا الموضوع عندك تمايجريت. حتى في بعض السيرفيس اللي هي على الفي ام كيرنل على الاس اكس اي ما ينفعش تنيبل مرتين على نفس الاس اكس اي، زي الفي موشن مثلا. الفي موشن ما ينفعش تعمل له انيبل مرتين على نفس الاس اكس اي، يعني مثلا الاس اكس اي مانجمنت ينفع تعمل له انيبل اكتر من مره، وطبعا كل مره هيبقى لها اي بي، انما الفي موشن لا، هو بيكون انيبل مره واحده، لو حاولت تعمل له انيبل بعد كده بيكون ديم. فباي حال من الاحوال عمليه المايجريت اللي احنا شفناها دلوقتي ده الحل الانسب والاسهل بالنسبه لك، في لحظه واحده تقدر تمايجريت، وللعلم ده يكاد يكون زيرو داون تايم، يعني الموضوع ما فيش اي امباكت على اي ترافيك عندك ولا اي سيرفيس شغاله عندك. ده كان موضوعنا النهارده، ونشوفكم قريبا جدا ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.